هذه الشيلة إهداء من أم سامر وبناتها إلى أم عبد الله بمناسبة زواج ابنتها أصايل. هي أم أصايل يا عسى عمرك مديد، يا كريمة طيب الله فالها، يا الأصيلة دايما فعلك أصيل، شيخة ربي رفع منزلها. يا سلام الله سلام غير غير دلت تنساق في فنجالها، عند قوم ما يمدون القليل لابت تفخر بطيب افعالها، من رياض العاصمة لدى القصير والخطى لابت توصل بابها. مصايل يا عسى عمرك مديد، يا كريمة طيب الله فالها، أم مصايل يا عسى عمرك مديد، يا كريمة طيب الله فالها، يا الأصيلة دايما فعلك أصيل، شيخة ربي رفع من زالها، بنت شيخة لهم فعل وحصيل، من مطانخ العرب وابطالها. أم مصايل الكرم عندك دليل، يا كريمة جمال الله شانها، يا صايل افرحي وتألقي ليلتك ما مثلها الا يوم عيد. يا سلام الله سلام غير غير دلت تنساق في فنجالها، عند قوم ما يمدون القليل لابت تفخر بطيب افعالها، من رياض العاصمة لدى القصير والخطى لابت توصل بابها. مصايل يا عسى عمرك مديد، يا كريمة طيب الله فالها، أم مصايل يا عسى عمرك مديد، يا كريمة طيب الله فالها، يا الأصيلة دايما فعلك أصيل، شيخة ربي رفع من زالها، بنت شيخة لهم فعل وحصيل، من مطانخ العرب وابطالها. أم مصايل الكرم عندك دليل، يا كريمة جمال الله شانها، يا صايل افرحي وتألقي.